صباح الخير أو مساء الخير، وحشتوني. إزيكم حبايبي؟ طيب، النهاردة أنا هشرح حاجات جديدة، بس قبل ما هشرح ونبتدي الكلاس أو الدرس، تعالوا أقول لكم على حاجة حد بعت سألني عليها، اللي هي لما في آخر الحصة بقول يا ريت تعملوا سبسكرايب. فحد سألني يعني ايه سبسكرايب، او ليه عايزانا نعمل كده. سبسكرايب ده يعني بتشتركوا في القناة. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، بتشتركوا ده يعني لما بتدوسوا على سبسكرايب او اشتراك، ده ببلاش، ما فيش تدفعوا حاجة خالص. أنا بعمل الحصص دي ببلاش لمصر وللوطن العربي وأي حد بيعرف عربي، علشان قلتها لكم قبل كده، العالم الغربي كله بيتعلم موسيقى لحاجات مهمة قوي، وهي عشان الذاكرة وعلشان الإحساس، وبتنمي الذكاء في الصغيرين وفي الكبار. فلما بقول بليز أو أرجوكوا تعملوا سبسكرايب، ده علشانكو مش علشاني، وكمان علشان اليوتيوب sometimes يعني أحيانا لما ما فيش كتير ناس بتشوف الحصص، بيكونوا عايزين يلغوا القناة. أنا مش عايزة القناة تتلغي علشانكم مش علشاني، أوكي؟ فياريت تعملوا سبسكرايب أو اشتراك للقناة عشان يجيلكوا الحصص الجديدة اللي بسجلها، أوكي؟ يلا نبتدي الحصة. إحنا آخر مرة قلتلكوا على سلم دو الكبير وإزاي نعزفه والأرقام الصوابعي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنبتدي بمفتاح صاد، اهو مفتاح صاد، وهبتدي اقول دو بصبعي اليمين هيبقى بواحد، راي هيبقى باتنين، مي هيبقى بصبعي نمرة تلاتة، صح؟ احنا عندنا 8 نغمات، لكن كمان عندنا في صوابعنا في كل ايد 5 بس، فهضطر في الفا استعمل دو تاني، اوكي؟ امين واحد اللي استعملته في الدو، يبقى هعزف بواحد. الصال هروح باتنين، اللا هيبقى بتلاتة، السي باربعة، وبعدين الدو العالية هتبقى بخمسة. طب ازاي هعمل الكلام ده؟ انا هشرحها لكم تاني هنا، اوكي؟ انا عندي دي الميدل دو، صح؟ هي دي الميدل دو، فهروح هعزف واحد اتنين تلاتة، ومن تحت التلاتة هروح معوجة ايدي شوية كده علشان اروح بنمرة واحد للفا، شفتوا؟ وايديا راحت معدولة تاني، وبعدين صال باتنين، لا بتلاتة، سي باربعة، دو بخمسة، اوكي؟ هوريها لكم تاني. يلا، دو اللي هي احنا عارفينها بقى الاتنين، سو دو هي اللي في الجنب ناحية الشمال، هعزف الدو بواحد، الري باتنين، المي بتلاتة، وبعدين هلف ايديا نمرة واحد، هاجي على الفا وايديا اتعدلت اهي،
وبعدين سول باتنين، لا بتلاتة، سي باربعة، دو بخمسة. برافو. احنا فاكرين طبعا ارقام الصوابع صح؟ الكبير بيبقى نمرة واحد، وشكل بعض بيكون عندهم نفس الاسم، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. برافو. اوكي طيب انا كده لما هروح دو ري مي فا صال لا سي دو، انا رحت واحد اتنين تلاتة، وبعدين هعوج ايدي وهعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام. طيب انا طلعت فوق، انزل بقى صح؟ شو انا لما بطلع السلم لازم انزله؟ طيب يبقى من الدو هنزل تاني، هروح سي لا صح صال فا مي ري دو. طب هعمل الصوابع ازاي بقى؟ نفس الارقام بالظبط، يعني انا طلعت لغاية فايف خمسة صح؟ هنزل بقى أربعة، أوبس، أربعة تلاتة اتنين واحد، صوابعي خلصت، فهضطر أطلع من فوق المرة دي عند المي، هعزفها بتلاتة وبعدين الري باتنين وبعدين الدو بكام؟ بواحد صح. اوكي طب ازاي الكلام ده؟ هشرحها لكم هنا. انا هنا كنت طلعت اوريدي دو ري مي فا صال لا سي دو، هنزل بقى، بس هنزل ازاي؟ سي with number four بنمرة اربعة، لا بتلاتة، صال باتنين، فا بواحد، ومن فوق المرة دي بقى هطلع من فوق الفا وهروح رايح مي بنمرة تلاتة، ري بنمرة اتنين، دو بنمرة واحد. يلا نعملها تاني. ده اسمه سي ميجور سكيل او دو الكبير، بلاش نقول بالانجلش، ده اسمه دو الكبير. هنطلع دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، فا بواحد من تحت، صال باتنين، لا بتلاتة، سي باربعة، دو بخمسة. هرجع نفس الأرقام، سي باربعة، لا بتلاتة، صال باتنين، فا بواحد، ومن فوق المرة دي مي بتلاتة، ري باربعة، دو بواحد. Very good. برافو برافو برافو. تاني هكتب لكم، ده اسمه سلم دو الكبير. اوكي ليه اسمه سلم دو الكبير؟ عشان عندنا بعد كده سلم صغير، سلالم صغيرة، فإحنا بنعمل أهم سلم في كل الميوزك، في كل الموسيقى. Sorry about that. أنا أسفة. معلش. البورد خفيفة. فوقعت. معلش. أوكي؟
فده اسمه سلم دو الكبير. حاجة تانية هعلمها لكم النهاردة، بس أنا مش عايزاكم تتلخبطوا، عشان كده أنا بأجل شوية حاجات كده لغاية لما تحفظوا اللي احنا بنعمله في الحصص اللي فاتت. أوكي، احنا لسه فاكرين الإيقاع صح؟ لما احنا فاكرين الإيقاع، أنا المرة الجاية هعلمكم أغنية. أوكي، أغنية بسيطة خالص علشان إيه نعرف قد إيه بستنى في كل نوتة. يبقى أنا هبقى عرفت النغمات خلاص، بس أنا في السلم بعزف بالأرقام دي. في الميوزك، في أي قطعة موسيقية أو أي أغنية، المؤلف بيقولي أرقام الصوابع اللي أحطها على كل نوتة. أوكي، يبقى أنا عرفت أرقام الصوابع، وعرفت سلم دو كبير، وعرفت الإيقاعات. فدلوقتي أنا ممكن إيه أبتدي أعزف أغنية، فده اللي هنعمله الحصة الجاية. أوكي، هعلمكم تعزفوا أغنية بالحاجات اللي انتوا تعلمتوها. يعني أنا لو هفكركم بحاجات شوية، لو مش فاكرينها ممكن ترجعوا للفيديو تاني. أوكي، احنا عندنا أربع حصص فاتت، ودي الحصة الخامسة، وخلاص اتعلمنا سلم دول كبير، وتعلمنا الإيقاعات، وتعلمنا حاجات كتيرة قوي، وبنسقف الإيقاعات مظبوط وكله زي الفل. أوكي، يلا هقول لكم باي باي دلوقتي، وهشوفكم الحصة الجاية قريب جدا، مش هتأخر عليكم. أوكي، يلا بحبكم قوي، ويا ريت تعملوا براكتس، يعني تذاكروا شوية الحاجات اللي خدناها، علشان هديكم حاجات جديدة قريب. يلا بحبكم، باي باي، سلام.